اكلنا وشربنا، اكل وشرب المصريين ومعارض اهلا رمضان، ومن الحاجات المفروض ان احنا نتفائل بيها اللي حصلت النهارده على ارض الواقع. بينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ محمد سويدي المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. تحياتي لحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين جميعا يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم. اول حاجه انا عايزه اسالها، يعني المعارض دي سهل لاي حد يدخلها ولا في تذاكر قبل الدخول او كده؟ لا لا، انا يعني هقول لحضرتك حقيقه انه المنظمين لمعرض سوبر ماركت اهل رمضان هذا العام عملوا مجهود كبير في انه ازاي يكون متاح لاكبر عدد من الجمهور. هم بيستهدفوا، وده مهم، يعني مش عايز اقول لحضرتك المعارض ليست شكليه لسبب، لانه المنتج نفسه ينتظر انه يحقق مبيعات، ودي حاجه يعني فرضيه طبيعيه انه المنتج اللي موجود جوه المعرض محتاج يحقق مبيعات. عايز اقول لك انه على مدار الاسبوع اللي فات كان في مجموعات من الشباب المنظمين للمعرض بيلفوا في احياء القاهره والجيزه ووزعوا دعوات للناس عشان يجوا مجانا. الدعوات مجانيه، المعرض مفتوح، احنا كنا موجودين النهارده. يعني الدخول يا استاذ محمد، يعني الدخول بدعوات فقط؟ وزير التجاره الداخليه وبعد وكمان وزير التجاره والصناعه، وبعد اقل من ساعه من يعني كان الكلام ده من 8 ل 9، الساعه 9 ونص كان جميع الابواب، كل الجمهور. انا شفت الاقبال، مش عايز اقول لك كان في طوابير كانت واقفه، كله كان عايز يدخل المعرض، وكان عايز، لانه ده بيأكد اولا المستهلك المصري واعي وعارف فين يقدر يلاقي خصومات موجوده، وبالتالي هذا الاقبال بهذا الشكل بيؤكد انه الخصومات الموجوده والسلع الموجوده مطروحه بجديه من خلال كل المنتجين والسوبر ماركت والسلاسل اللي عارضه كميات كبيره من السلع الاساسيه، وباسعار فعلا اقل من السوق من 20 ل 30% حسب المنتج وحسب السعر. فرق الاسعار يا فندم داخل المعرض وخارج في السوق، فرق السعر قد ايه؟ المواطن هيحس بالفعل بفرق الاسعار؟ كنت بقول لحضرتك ان احنا يعني المعرض اللي بدا النهارده انطلق من خلال شاشات التلفزيون، احنا بنقول لحضرتك انه كان على مدار اكثر من شهر ونص الى شهرين كان هناك جهود مضنيه، كان اجتماعات مكثفه بالمنتجين والمستوردين، وصلنا خلالها لقوائم سعريه وتعهدات، وبعد مراجعات وصلنا انه فعلا البيع بسعر التكلفه، البيع بسعر الجمله، يعني لن يكون هناك حلقات وسيطه في زياده الاسعار، وبالتالي المنتج يبيع سلعته للمستهلك مباشره، وبالتالي نتخلص من كل الحلقات الوسيطه اللي هي بتسبب عبء على السلعه وعبء على المستهلك وعبء على الثمن نفسه. والاسعار داخل المعرض موحده يا فندم؟ ولا هنلاقي مثلا في حضرتك ان احنا بنتكلم في سوق حره، وانت يعني استاذه اقتصاد، انا بكلمك في انه العارضين، احنا التنوع هو كفيل بانه يضبط المنافسه في السوق. يعني لما انا عندي اكتر من شركه منتجه للالبان موجودين وعارضين جنب بعض، دول ده في حد ذاته بيؤدي الى المنافسه. انا ان انا اقدر اخلي 200 شركه واكتر من 17 سلسله تجاريه عارضين بكميات رهيبه، وهم بينافسوا بعض جوه المعرض، ده عارض وده عارض قدامه نفس السلع، وده عارض قصاده سلع زيها بالظبط وباسعار مخفضه. بالتالي احنا بنخلق مناخ اولا للمنافسه، بنخلق سوق للمنتج ان هو يبيع فيه. واحب اقول لحضرتك واطمنك، المستهلك هو راس مال هذه الحلقات كلها، اذا ما قدرناش نوصل له ونقدم له عروض مخفضه فاحنا في النهايه بنفقد الانتاج اللي احنا المنتج قاعد بينتج ليه؟ ما هو بينتج عشان يبيع. في الحقيقه الاسعار الموجوده تنافسيه للغايه، وانا بطمن حضرتك وادعو ان حضرتك من خلال برنامج يكون في كاميرا كل يوم تروح وتراقب وتتابع وتسال الناس على طبيعه انطباعهم عن هذا. هننزل ان شاء الله يا فندم. طب كلمنا على المحافظات برضه يا فندم، لان في اسئله، هي فين المعارض، دخولها سهل ولا لا؟ دي اسئله برضه بتتداول على مواقع التواصل الاجتماعي. في المحافظات في 122 معرض على مستوى المحافظات بمعدل 3 أو 4 معارض في المدن الرئيسية في كل محافظة. المعارض أو بنسميها الشوادر في المحافظات هي أماكن مفتوحة بتحددها مجلس المدينة أو المحافظة، وبالتالي هي
بتبقى مفتوحة في الشارع الرئيسي أو في الميدان الرئيسي، وكل المنتجين موجودين فيها بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وبالاتفاق مع الشركة الخاضة للصناعات الغذائية، وبالتالي هي مفتوحة أوبن أريا للجمهور يقدر يتسوق ما يحتاجه. وكمان التعهد اللي كان قاله النهارده رئيس الوزراء إنه المعرض ده كان المفروض إن هو ينتهي يوم 26، يعني بعد 4 أيام، إن هو قال في حال وجود إقبال على هذا المعرض وعلى هذه السلع اللي احنا شايفينه، احنا بنتعهد انه يتم مد فترة المعرض حتى نهاية رمضان، وده هيبقى بيعمل اتاحة ووفرة لكل فئات المجتمع ان هي تقدر تشتري احتياجاتها باسعار يعني نقدر نقول اسعار معقولة. انا مع حضرتك يا فندم، اتفضل. اسعار معقولة. بس فانا بس يعني احب اقول لحضرتك انه نعم هناك يعني موجة غلاء صاحبت الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت، نعم هناك ظروف اقتصادية صعبة، لكن احنا بنأكد انه تدخل الدولة كان موجود من خلال حتى الشركة القابضة للصناعات الغذائية دي، لدينا اكثر من 240 شركة منتجة للصناعات الغذائية موجودة بكثافة في المعرض، مسؤولين عن تأمين الاحتياجات الأساسية. لو احنا كمان بنتكلم على السلع الأساسية، احب بس أأكد لحضرتك انه كمان مع بداية شهر رمضان ان شاء الله، وده بيواكب بداية شهر 6، في منحة إضافية على البطاقات التموينية 1 مليار جنيه، دي هتؤدي إلى ما يسمى بمضاعفة كميات السلع الأساسية للمواطن. كل مواطن هيبقى نصيبه ما يقرب من 35 جنيه في معدل 5 أفراد متوسط الأسرة، يعني بنتكلم في 175 جنيه، ده بيحصل على احتياجات تقارب 140 ألف طن من السكر وحوالي 120 ألف طن من الزيت. ده كله إذا استطاع المواطن أن يحصل عليه من خلال الآلية اللي هي البطاقة التموينية والدعم الذي تقدمه الدولة، لن يكون هناك ضغط على هذه السلع في الأسواق، وبالتالي إحنا بنحاول نكسر الاحتكارات فيما يتعلق بالسلع الأساسية. إذا أنا قدرت أوفر للمواطن احتياجاته، إذا قدرت أوفر المعروض، إذا قدرت أوفر الكميات من خلال سواء الاستيراد أو من خلال الإنتاج المحلي، أنا كده بطمن حضرتك إنه لن تكون هناك احتكار، ولن يكون هناك احتكار، ولن يكون هناك إخفاء للسلع من الأسواق. هو طبعا ده جهد مشكور تشكر عليه وزارة التموين وكل الوزارات المعنية والجهات المعنية والشركات طبعا المشاركة، بس هل في خطة يعني من وزارة التموين علشان تعمم هذه المعارض حتى بعد شهر رمضان الكريم؟ نعم، انا احب بس اطمن حضرتك، احنا لو احنا في وزاره التموين بنشتغل على محورين، المحور الاني اللي هو تدبير احتياجات المواطن اليوم خلال شهر، وفي النهايه انه لا نستطيع ان احنا نقول انه استنى لبكره لحد ما ندبر لك احتياجات الاساسيه، ودي الاحتياجات موجوده من خلال المعارض ومن خلال الكميات اللي احنا استوردناها من السلع الاساسيه وبالتعاون مع كل التجار. في محور ثاني ممكن يكون طويل شويه بس لن يزيد عن عام، هناك اعاده تخطيط لما يسمى بالاسواق والتجاره الداخليه في مصر، لان احنا بنعاني من انه اكثر من 70% من الاسواق الموجوده عشوائيه ولا يمكن حتى الرقابه عليها او متابعتها، ما فيش اسواق مركزيه في المحافظات على غرار القاهرة اللي احنا بنعد بيه، والخطة اللي تم اعدادها وهتعرض على مجلس الوزراء وعلى الرئيس يمكن خلال اسابيع مش اكتر، هي خطة اعادة تنظيم اسواق التجارة الداخلية والمناطق اللوجستية اللي دي في النهاية بتحقق انه كل محافظة، يعني خلينا نتكلم بلغة المواطن البسيط، محافظة هيبقى فيها سوق كبير وضخم، سوق الجملة على غرار سوق العبور، وبالتالي نستطيع ان احنا نأمن احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية. كمان هيبقى موجود مناطق لوجستية للتخزين في كل منطقة، وبالتالي لن يكون هناك اختناقات في السلع الأساسية بعد ذلك، وكمان ده هيساعد على تقليل حلقات التداول ما بين التجار الصغيرين اللي هو بيمثلوا بالنسبه لنا مشكله في تحديد حوامش ربح مبالغ فيها. احنا مش ضد انه اي حد يكسب، لكن احنا ضد المغالاه في تحديد هوامش ربح، وده كمان تواكب مع قرار اصدره وزير التموين والتجاره الداخليه وهيبدا تطبيقه من 1/6 ان شاء الله، يتعلق بكتابه السعر على العبوه فيما يتعلق بسلعتي الأرز والسكر، يعني من 1/6 بإذن الله كل المنتجين في القطاع العام والخاص هيبقى ملزمين إن هم يكتبوا أسعار البيع للجمهور على السلع، وبالتالي حضرتك إذا رحت تشتري كيس سكر هتلاقي مكتوب عليه 10 جنيه أو 9 جنيه، ده هيأمن لك أنت كمواطنة أو كمستهلك، هيأمن لك إن أنت عارف إن المنتج حط عليه هذا السعر لأنه هامش الربح محدد ولن يكون هناك مغالاة. ده كمان نهج هيتم في كل السلع الأساسية، وده إن شاء الله
نستطيع ان نقول ده هيؤدي الى ضبط في السوق مع ان شاء الله حاله انفراجه في الاوضاع الاقتصاديه قريبه نقدر نوصلها باذن الله قريب ان شاء الله. يعني بنشكر الاستاذ محمد سويدي المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين، ونتمنى ان كل الاسئله اللي بيسالوها اهالينا والمواطنين المصريين المعارض دي دخولها سهل، الاماكن المعارض دي في المحافظات فين، يعني وزاره التموين مشكوره تقدر توزع الاماكن دي او حصر الاماكن علشان نعرضها من خلال البرامج التلفزيونيه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، علشان كل استفسارات المواطن تكون عندنا ليها إجابة.